اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم احنا لسان المواطن العراقي على ما يساله من اعمال مديريه المرور العامه، وكذلك لسان الاجابه عن هذه المديريه العريقه التابعه لوزاره الداخليه. اليوم المواطن دائما يسال عن موضوع الفحص الالكتروني المعرف بالهزة. هذا الفحص الالكتروني اللي دخلت عليه هواي من اللغط وهواي من كثير 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 من الأقاويل عن هذا الفحص الإلكتروني. نريد نطمن إخواننا المواطنين، إحنا بدورنا مديرية المرور العامة نقول لهم يا أخوان موضوع الفحص الإلكتروني موضوع سهل جدا جدا، مجرد حضور المركبة إلى مديرية المرور العامة لغرض فحص هذه المركبة، فحص متطلبات المتانة والأمان لهذه المركبة، فحص بدن المركبة من الزجاج ومن الإنارة وكل هذه المتطلبات التي تؤدي إلى التخفيف من الحوادث المرورية. هذا فقط اللي يتم فحصه في هذه المركبة لحفاظا على الأمان للراكب والأمان لسائق المركبة. هذا مديريتنا دائما تتدخل في موضوع الحفاظ على أرواح المواطنين. كثرة الحوادث اللي حصلت في الآونة الأخيرة اللي كان سببها الرئيسي هو عدم توفر شروط المتانة والأمان في أغلب المركبات التي تسير في الطرقات في الوقت الحاضر. مديريتنا جهد مضني توصلت إلى حل ولو أن يكون جزئي، وهو مسألة الفحص الإلكتروني. هذا الفحص الإلكتروني هو بالدرجة الأساس للحفاظ على سلامة المواطن. لا سامح الله إن حدث حادث في طريق معين ما، لابد هذه المركبة أن يتوفر إليها شروط المتانة والأمان. مثل ما قلنا لكم موضوع انه هذا جباية زائدة لمديرية المرور العامة، اقول لكم هذا غير صحيح. هسه انت السائق، سائقنا الكريم عندما يذهب الى فحص خارج المديرية يدفع مبالغ طائلة للكشف عن اعطال المركبة. احنا مديريتنا اجورها 30,000 دينار لمرة واحدة كل سنة، تكشف لك عن جميع الاعطال في مركبتك وبدورها تعطيك تقرير مفصل عن هذا الموضوع لسلامتك وسلامة الآخرين. ونشكركم على حسن الاستماع وبارك الله بجميعكم.